انا لما جيت قلت طب انا هاجي اسمي الدوره دي باسم مين، ما لقيتش اكبر من اسم استاذ عادل امام يعني في مصر كلها والوطن العربي. فنان محتاج يتكرم في حياته، مش هستنى الفنان لغايه ما يموت وبعدين يتكرم. في اجازات كتير قوي بقيت اكره الاجازات من كتر ما انا عايز اشتغل وما بلاقيش وقت. هو طبعا يعني كان تكليف من معالي الوزيره نبيل الكيلاني، وهو تشريف بالنسبة لي، أسعدني وحطني في مسؤولية كبيرة قوي، خصوصا أن أنت مسؤولة عن مهرجان كبير، مهرجان المسرح. يعني أتمنى يا رب إن شاء الله أني أكون عند حسن الظن المسرحيين كلهم. المهرجان ده مهم زي ما قلت لحضرتك، مهرجان مصري عايزينه يطلع في أفضل صورة، سواء كانت فعالياته، حفل افتتاح، ختام. اشتغلنا الفترة اللي فاتت كلها أنا وكرو العمل كلنا اللي في المهرجان، اشتغلنا على قد ما نقدر، فربنا يا رب ييسر إن شاء الله ويطلع بالشكل اللي احنا كنا نتمناه. اختيار اسم الزعيم عادل إمام إن هو بيحمل اسم الدولة دي، فكرة جت إزاي وهل الزعيم؟ أنا لما جيت قلت طب أنا هاجي أسمي الدورة دي باسم مين؟ فما لقيتش أكبر من اسم أستاذ عادل إمام يعني في المسرح وفي مصر كلها والوطن العربي. لا انا تواصلت مع اسرته وهم رحبوا جدا واشتغلنا على طول. احنا بنحتفل بالاستاذ عادل امام، القيمه الكبيره بتاعتنا، احنا مش بنكرمه، احنا بنحتفل بيه واطلقنا اسم الدوره عليه. احنا عاملين له احتفاليه كبيره جدا ان شاء الله الناس هتشوفها في حفل الافتتاح، احنا ازاي بنحتفي باهم نجم مصري بالنسبه لنا وعربي. انا لقيت في ناس قالوا انت ما تختارتش ليه من مسرحيه، انا الصوره لقيتها معبره جدا جدا وفيها خبره السنين وفيها عمق وفيها فكر، فقلت لا هي دي الصوره اللي تناسب ان احنا نحطها بوستر للاستاذ عادل امام، افضل من انا اجيب له يعني صوره من مسرحيه. الاختيار طبعا على اساس التجربه، له تجربه واضحه في المسرح وله تاثير كبير في المسرح، كان هذا ده المعيار اللي احنا اخترنا عليه، وده كان بالاتفاق مع اللجنه العليا كلها، واخترنا الاسامي اللي احنا شفناها. بيبقى برضو بنحط في اعتبارنا التنوع، انه يبقى بنشوف كل عناصر العمل المسرحي ازاي نكرم منها. يعني يمكن السنه دي الممثلين اكتر شويه عشان احنا بنتكلم في دوره الممثل، والدورة باسم بتحمل اسم أهم ممثل يعني مصري عندنا. شفت ازاي تصرف أستاذ ياسر صادق لما قال كنا بنلحق نكرم الناس بسبب السن؟ هل خانوا التعبير؟ لا ما هم خانوش التعبير، بس احنا مش مسألة سن، احنا ما بنتكلمش في سن، احنا بنتكلم انه انا وجهة نظري الحقيقة، ودي وجهة نظر انا مش بالسنة دي بس، يمكن الثلاث سنين اللي فاتوا كمان لما كنت في اللجنة العليا في الدورة الـ15، كنت بتكلم انه الفنان محتاج يتكرم في حياته، مش هستنى الفنان لغاية ما يموت وبعدين يتكرم. يعني انا لو مت ايه الافادة من تكريمي؟ يعني انا خلاص بقيت في عالم اخر تاني، ماليش علاقة بالدنيا خالص. ففكرة انه يتكرم في حياته هي دي الفكرة الامثل والاصح على الاقل بالنسبة لي انا، وعلى الاقل بالنسبه للفتره اللي انا موجود فيها في المهرجان. كان في اسم استاذ عبده جامد تورد ان هو هيكون من ضمن المكرمين، هل ده حقيقي؟ لا خالص. استاذ عبله طبعا اسمها بيجي في كل الدورات، لكن هي اعتقد ما بتحبش ده، يعني ما بتحبش الظهور بشكل عام، واحنا بنحترم ده. انا قلت ان في فنانه اعتذرت عن التكريم، ليه حضرتك متحفظ ان انت كنت اسمها؟ لانها هي طلبت، ان بس يعني هي فنانه كبيره، مسرحيه كبيره وفنانه عظيمه يعني، ورفضت. طب ليه رفضت يا فندم؟ ليه رفضت؟ هي ما حبتش يعني. التحديات اللي حضرتك واجهتها لاخراج دوره مميزه بالشكل ده، شايفين عدد فنانين المسرح ده والعروض، التحديات كان عندنا تحديات وقت. الدوره دي كان في اجازات كتير قوي، بقيت اكره الاجازات من كتر ما انا عايز اشتغل وما بلاقيش وقت. تحديات ان احنا عايزين نعمل دورة توصل لرجل الشارع، فدي كانت تحدي كبير بالنسبة لي، الحمد لله اتحقق جزء كبير من اللي كنت بتمناه.
شغالين على ده برضو، عايزين نعمل حفل افتتاح مختلف ان شاء الله يقدر نعمل ده. يعني حضرتك قلت ان عايز الدوره دي، عايز الدوره دي توصل للجمهور العام مش للمسرحيين فقط، طالما قدموهم ايه اللي هيحضر يقدر يحضر العروض؟ اه طبعا كل الناس تقدر تحضر العروض مجانا، بس احنا عاملين السنه دي الحجز اونلاين عشان ما يحصلش تدافع على المسارح، لان المسارح السنه اللي فاتت حصل فيها بعض التلفيات من الحضور، فعاملين الحجز هيبقى اونلاين، اللي عايز يحجز يقدر يخش يشوف العرض اللي هو عايز يدخله، يقدر يقعد في المكان اللي هو عايز يحجزه بأسبقية الحجز. العدد اللي هيكمل خلاص قفلنا العرض ده، خلاص بقى كومبليت، فما عشان نقدر ناخد منه عروض تقدر تحجز في عرض تاني، تقدر تحجز في يوم تاني، فانت عندك البلان كله موجود، فتقدر فهتسهل عليك. في ناس عايزة تحضر عروض معينة فتقدر تخش تحجز عليها. شكرا.